مطار كوتوكا داكان الدولي لجمهورية غانا شهد وصول العديد من رؤساء الدول والحكومات الذين وفدوا إلى العاصمة الغانية لحضور حفل تنصيب رئيس دولة غانا نانا أكوفو أدو الذي أعيد انتخابه في الشهر الماضي. ومن بين الوفود وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي السفير أمين أبا صديق ممثلا لمشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وقد حضر مراسم تنصيب الرئيس الغاني رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد الذي شارك هو أيضا برفقة وفد من طاقمه. هذا وقد رافق وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي مستشار رئيس الجمهورية في الشؤون الدبلوماسية السفير الشيخ ابن عمر. وبعد استراحة قصيرة بصالة كبار الزوار بمطار دولة غانا توجه الوفد إلى مكان الحدث لحضور مراسم تأدية اليمين الدستورية لرئيس دولة غانا نانا أكوفو أدو الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها 4 سنوات. كما أدى نائبه دكتور الهادي مامادو باومي هو أيضا اليمين الدستورية وفق دستور دولة غانا. بعد تنصيبه لولاية ثانية ألقى الرئيس المنتخب نانا أكوفو أدو خطابا ضافيا دعا فيه جميع الغانيين إلى مضاعفة الجهود من أجل محاربة الفقر والتفكير في تطوير وتقدم البلاد واحترام قوانين الدولة، معلنا خلال ولايته الحالية مجانية التعليم الثانوي للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من الأولويات. هذا ونشير إلى أن الرئيس الغاني نانا أكوفو فاز على منافسيه بنسبة 51.5% ويبلغ من العمر 76 عاما، ونالت دولة غانا استقلالها من بريطانيا عام 1957.